كلمة أخيرة تقولها في بيتك الكبير يا كابتن فتحي، تحب تقول إيه؟ لا وطبعا أنا بشكر برنامج جدا، وبشكر طبعا قناة الأهلي، وبشكر المسؤولين على قناة الأهلي وكل العاملين في قناة الأهلي، لأن فعلا يمكن أنا من فترة كنت باجي القناة طبعاً. لا في تطوير رائع يعني بالمعنى كده، تطوير رائع، وأتمنى إن شاء الله كده مزيدا من التقدم إن شاء الله لقناة الأهلي، ودائما الأحداث الرياضية تبقى داخل قناة الأهلي، والناس اللي اشتغلت الجديد في قناة الأهلي برحب بيهم، وإن شاء الله يبقوا إضافة لقناة الأهلي في المستقبل إن شاء الله، وفي كل الأحداث الرياضية في النادي الأهلي. وجماهير النادي الأهلي على فكرة، جماهير النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي سعيدة جدا 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 بقناة الأهلي بعد التطوير. فمبروك وإن شاء الله ربنا يوفقكم إن شاء الله. نشكرك جدا جدا جدا، إحنا اللي بنشكرك. لا ده أنا اللي بشكركم جدا، إن والله بجد بيتك. يعني وبرنامج جميل البيت الكبير، وأنتوا تحب تشوف في إيه الفترة اللي جاية؟ البيت الكبير تحب تشوف في إيه؟ والله بصي أنا يعني أحب يعني أنا أحب من كل قلبي إن شاء الله ماتش الوداد، إن النادي الأهلي إن شاء الله يعمل نتيجة كويسة إن شاء الله، سواء في الخارج أو سواء داخل مصر إن شاء الله، وتستضيفه وتستضيفه النجوم نجوم النادي الأهلي، عايزين نجيبهم هم معاهم الكاس إن شاء الله. إن شاء الله دي حاجة حلوة جدا، والاستوديو هنا يتسع، والاستوديو ياخد ما شاء الله عدد كبير جدا، فدي اتمنى من كل قلبي ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي ونسعد اعضاء النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي ان شاء الله، هم يفرحونا واحنا ان شاء الله نحتفل بيهم هنا في البيت الكبير. شكرا جزيلا لحضرتك.